النهارده هنعمل مع بعض كريم قنبله منجم كولاجين ومنجم فيتامين سي. كريم الليمون كلنا عارفين ان من الحاجات الرهيبه جدا اللي بتشيل معانا الاسمرار، بتشيل معانا تصبغات البشره من الحر، من مصيف، عندك كلف ولاده، عندك اي بقع في بشرتك عليكي وعلى كريم الليمون. لو انت عندك يا نور عيني هالات، عندك نمش، عندك اي اثار اي حاجه في بشرتك، اثار حب شباب، مسام واسعه، ندبات، عليكي وعلى كريم الليمون. هنعمله النهارده بطريقه مختلفه، كنا عملناه قبل كده واستخدمنا فيه جل الصبار، النهارده هنعمله بطريقه سهله بمكونات من بيتك عشان ما نكلفكيش اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبصحه وهنا. لايكات يا امارات وتعليقات كتير علشان الفيديو يترفع لكل الناس. ويلا بينا نعمل النهارده مع بعض كريم الليمون القمر اللي هو منجم فيتامين سي. اول حاجه عاوزاها يا نور عيني، وعايزه ليمونه هاخدها ابشرها، يعني انا بحط الليمونه في الفريزر تمام، وبعد كده باخد القشر بتاعها زي ما انت شايفه كده بعمله بالمبشره فبيطلع معاكي بالمنظر ده تمام. يبقى بجيب ليمونه بحطها في الفريزر تنشف معانا عشان ما تغلبنيش وانا ببشرها، وبعد كده ببشرها بالمبشره، باخد كل الصفار اللي فيها زي ما انت شايفه هنا كده، خدت كل الصفار اللي فيها تمام، خدت شويه من الصفار وبنزل عليهم بشويه من زيت اللوز المر. طبعا كلنا عارفين ان زيت اللوز المر من الحاجات الرهيبه جدا اللي بيفتح معايا البشره، بيشيل معايا الهالات، بيشيل معايا الكلف، زيت تحفه جدا وعملناه ببلاش وطريقته تحفه، عملناها من كام يوم. اللي ما شافهاش هتلاقي تحت في اول تعليق كل الملفات بتاعت القناه، ملف لتعليم المنظفات، ملف للشعر، ملف للتخسيس، ملف للشيب، ملف للصبغات، ملفات كتير قوي في اول تعليق، حاولي تبص عليها، من ضمنها ملف تعليم الزيوت في طريقه ازاي تعملي زيت اللوز المر بمكونات بسيطه خالص. طب انا يا رشا ما عنديش زيت اللوز المر، ممكن يا نور عيني برضو تعملي زيت الورد؟ زيت الورد زيت رقم واحد لتفتيح البشره وازاله الكلف وحاجه كده رهيبه، برضو عاملينه هنا زيت الورد بدون ورد بمكونات بسيطه جدا، هتلاقي برضو طريقته في ملف تعليم الزيوت. كل الحاجات دي كانت حصري عاملينها، يا ريت تبص عليها في ملف تعليم الزيوت. يبقى احط هنا معلقه او معلقتين من زيت الورد او معلقه او معلقتين من زيت اللوز المر. لو زنقت معاكي خالص بقى وما لقيتيش حاجه، ممكن تحطي معلقه من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الزيوت الحلوه اللي بترطب معانا البشره، حطي منها معلقه، برده طريقته هتلاقيها ان ازاي تعمليه في البيت، هتلاقيه موجود في ملف تعليم الزيوت، ضروري تبص على اول تعليق بعد ما تخلصي الفيديو. هحطه بالمنظر ده مع بشر الليمون وهركنه لمده 24 ساعه على جنب كده واغطي عليه، اسيبه كده يعتق مع نفسه تمام كده يا اماراتي. تمام كده هنيجي بقى لبقيه الوصفه، سهله جدا واسهل مما يكون. بدل ما تروحي تشتري كريمات من بره برقم وتخلصي فلوسك عليها ولا سيرم، لا، النهارده هنعمل مع بعض وصفه بسيطه خالص مش هتكلفك اي حاجه حرفيا. هنعمل ايه يا نور عيني؟ هتجيبي كده معايا زي حله تمام، هتجيبي حله كده معايا بالمنظر ده وتجيبي لي نص كوبايه من الميه، ده كده نص فنجان من الميه حطيته هنا. هنزل عليه بايه؟ هنزل عليه يا نور عيني بمعلقه من اللبن البودر. وقلت لك اللبن البودر هاتيه من عند اي عطار ارخص، بدل ما تشتري كيس لبن نيدو برقم، لا، هاتيه من عند اي عطار ب 5 جنيه او حاجه، هيديكي كتير جدا يعني. هنحط اللبن البودر هنا زي ما انت شايفه، وهنزل برده بنص معلقه من النشا. النشا اللي بتسموها في الدول العربيه مايوزينا، صح كده، او بنسميها كورن فلاور. عاوزه منها نص معلقه، نص معلقه صغيره من النشا تمام. ما بتكتريش نشا، لانك انت لو كترتي نشا في الوصفه ديت هتبص تلاقي القوام بتاعه بقى تقيل قوي، او لما تيجي تحطيه في الثلاجه هتبص تلاقيه زي مسك في بعضه، لا انا عاوزاه سوفت كده قمر، يدي كده نفس قوام السيره. هقلب المكونات دي على بعضها واروح على البوتاجاز وتروحوا معايا ونكمل بقيه الوصفه. قبل ما اروح على البوتاجاز عايزه اقول لاخواتي ان عندك ملف تحفه جدا اسمه ملف منتجات الصيدليه الرخيصه، قايلين فيه على كريمات للشعر وزيوت للشعر رخيصه جدا، قايلين فيه على حاجات للمفاصل، حاجات للتخسيس، كل ما هو رخيص في الصيدليه موجود في ملف الصيدليه. عندك ملف تعليم المنظفات بنعلمك ازاي تعملي الصابون السايل، الدوني، البرسيل، صابون بريحه، صابون بشاور، اي حاجه هتلاقيها في ملف تعليم المنظفات، وملفات ثانيه كتير في اول تعليق. لايكات بقى وتعليقات عم نروح نعمل ده على البوتاجاز وارجع لكم تاني. بص يا روحي، جينا هنا على البوتاجاز، وطبعا ضروري قبل ما بترفعيه على النار انك بتكوني مديله تقليبه، لان لو مش متقلب كويس هيكتل منك ايدك فيه، العمليه كلها مش هتاخد منك اكتر من دقيقتين تمام. وتقلبي كده لحد لما يصبح معاك القوام حرفيا كريمي. عندك ملف يا نور عيني اسمه ملف تعطير البيت، الملف ده قمر جدا، بيعلمك ازاي تعطري الملابس، ازاي تعطري ريحه البيت، ازاي تعملي مسك طهاره، ازاي تعملي مخمريه للجسم، ازاي تعطري البيت، كل ما هو خاص بالتعطير هتلاقيه في ملف اسمه تعطير البيت، برده هتلاقيه معانا في اول تعليق. لو انت لاحظتي هتلاقيه ان هو يعني كل ما بنقلب كل زي ما القوام بتاعه كده بيتقل، برده ايدك فيه هقول لك امتى بالظبط بنبدا نقفل.
هنيجي بقى في المرحلة دي يا نور عيني، زي ما انت شايفة كده خلاص بقى معانا شبه الكريمي كده. هنيجي بقى في المرحلة دي هنطفي عليه ونحطه في بطرمان او في طبق صغير، ونرجع نكمل المكونات مع بعض. جيت هنا حبيبة قلبي فضيته بقى في اي طبق او في اي بطرمان، عايزة اقولك ان ملمسه تحفة جدا. بصي عامل ازاي كريمي كده وقمر قوي. وفي نفس الوقت جيت على الفنجان اللي كان فيه قشر ليمون، تمام، ورحت مصفياه بقى من قشور الليمون، وهحط شوية الزيت اللي فيه هنا اللي هو كان عبارة عن زيت اللوز المر عليه شوية من الليمون، تمام، هحطهم هنا كده واديله تقليب. يبقى اصفي الزيت بالليمون، سواء بقى انت هستخدمتي فيه زيت جوز هند، استخدمتي فيه زيت الورد، زي ما قلتلك اي نوع زيت عندك. هقلب كويس لحد ما ادمج بس المكونات. هنزل عليهم بايه؟ هنزل بسنه بسيطه من ميه الورد. كلنا عارفين ان ميه الورد للبشره حاجه كده تفتيح رهيب جدا، بتفتح مسام البشره، بتديك انتعاش، بتبيض، حاجه كده روعه. هتنزلي بكام نقطه مش كتير كده، تمام، من ميه الورد، يدينا برضو ترطيب ويخلي مسام البشره تتفتح معانا. تمام كده يا قلبي، ما شاء الله قوامه زي الفل. هننزل بايه؟ هننزل بالمكون اللي بعد كده، وهو معلقه من الجليسرين. الجليسرين من الحاجات الرهيبه جدا اللي بتديكي ترطيب وبتديكي تفتيح، وبتطري بشرتك لو وشك جاف، الناس اللي بشرتها جافه، الناس اللي بشرتها عاديه، عليكي وعلى معلقه من الجليسرين صدقيني هتديكي هنا نعومه ما بعدها نعومه. هنحط منه كده في حدود غطا. قلنا يا قلبي انك انت بتجيبيه من من بتاع العطاره، هيكون ارخص جدا من ان انت لما تشتريه من الصيدليه. اهو كده شويه من الجليسرين ونديله التقليب، بجد حاجه كده قمه الروعه. تمام كده يا قلبي، يبقى حطينا النشا مع اللبن وحطيناهم على البوتاجاز زي ما انت شايفه. ضفنا لهم بعد كده اللي هو زيت الليمون اللي احنا عملناه، وحطينا شويه من ميه الورد، وحطينا شويه من الجليسرين. انا كده يا جماعه بنيت قواعد المجد وحدي، وحدي وربنا. بنيت قواعد المجد. ايه رايك؟ حاجه بجد رهيبه مزيكا. بتعملي ايه؟ بتحطيه في قلب بطرمان وبتغطيه وبتحطيه في التلاجة، معاكي في التلاجة لحد مدة اسبوع. وعايزاكي بين قوسين كده تديري بالك من حاجة، الحاجات اللي بتتعمل بنشا زي الكريمات لازم بتحطي حاجة بسيطة، احنا حاطين نص معلقة من النشا، عشان لو هتحطي كتير بعشم وتيجي تحطيه في التلاجة هتبصي تلاقيه كتل كده عمالة زي تقطعي حتت كده منه حرفيا. اما لو حطيتي شوية نشا كده بسيطة زي ما انا عملت هيطلع معاكي بالمنظر ده، مزيكا والله العظيم، ده قمر 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 يعني. تمام، هتعملي ايه بقى يا قلبي؟ هتيجي تنضفي بشرتك جدا، يا سلام لو تنضفي بشرتك بقطنه فيها شويه ميه ورد برده مش هيقول لك لا. وبعد كده يا نور عيني هتمشي بقى على البشره كلها وتحطي القمر ده. بصي اصلا مجرد ما تحطيه سوفت كده في نفسه، مش حاجه تقيله او حاجه هتسدلي المسام بتاع البشره، لا حاجه قمر كده زي ما انت شايفه. تمام، هتسيبيه بقى على بشرتك ربع ساعة نص ساعة زي ما انت عاوزة، تتشرب بقى منجم فيتامين سي اللي انت حطيته لها. بصي قمر قوي 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 يعني، قوي قوي قوي. انا فخورة بنفسي يا جماعة، يا جماعة افرحوا بيا يا جماعة. والله العظيم انتم معاكم جوهرة، اقسم بالله ما حاسين بقيمة النعمة اللي في ايديكم. ده بقى مش غرور ولا بتاع، ده تكبر يا بنتي بس. والله العظيم معاكم نعمه ما انتوا حاسين بيها. انتوا بتحبوا قنوات الهبد، بتحبوا القنوات اللي هي بتقعد تعيد لكم في حاجه 50 60 مره، دي بتبقى على قلبكم زي العسل. لكن الواحد اللي يقعد كده يعافر ويقول لكم لا طب نعمل المكون ده هيكون ارخص، بدل ما تشتري جل صبار طب نعمل ده احسن، طب اعملي ده ليكي اعملي ده لاولادك، ما بيبقاش للاسف لها دعم. الناس بقت تحب الهبد يا جماعه. بليز لايكات كتير، الناس اللي لسه ما عملتش تعليقات بليز بليز اعملي تعليقات علشان خاطر نستمر في تقديم محتوى كويس. لان الواحد لما هيقعد يشتغل ومش شايف ثمره جهده بمعنى اصح، هيجي في وقت خلاص هيزهق، يقول لك خلاص بلاها الموضوع ده خالص ومش هيعرف يكمل فيه. فبليز ادعمونا بلايكات وتعليقات عشان نعرف نستمر معاكم، وتعليقات خاصه بالوصفه زي ما قلت لك، لان اليوتيوب بقى يحذف اي تعليقات ملهاش لازمه. فحضرتك تعليقات خاصه بالوصفه، وصفه حلوه، تسلم ايدك، وصفه وحشه، اتكلمي عن الوصفه يا حبيبتي في التعليقات. الله يستورك الله يستورك، تستر وتسعدي، تستر وتسعدي. بصي الجمال يعني، انا قصدت اصلا اكلمكم شويه عشان برضه اقول لك ان انت لما بتركنيه للاسف للاسف لما بتركنيه بيزداد مزيكا اكتر. يعني بصي يعني هو كان مزيكا من شويه، دلوقتي بقى مزيكا بزياده، روعه والله العظيم روعه. شكرا يا رشا على الوصفه، ربنا يديمك نعمه في حياتنا، يا رب يخلي لك ولادك يا رشا. ظبطيني بقى في التعليقات. اعمليه يا قلبي واعمليه على المناطق الحساسه، اعمليه في وشك، اعمليه في اي مكان عندك في الجسم، نتيجته تحفه جدا، تفتيح فوري، منجم فيتامين سي، سيرم فيتامين سي اللي مغلبنا اللي مش عارفين نجيبه بقى برقم ده وبقى كتير علينا دلوقتي.
عندك منجم فيتامين سي، هو عملناه لك حرفيا بلوكات وتعليقات. ضروري تبص على اول تعليق او تبص على صندوق الوصف عشان هتلاقي لينك كل قوائم التشغيل، كل الملفات اللي نفسك فيها هتلاقيها تحت في اول تعليق. نختم الفيديو يا نور عيني بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.